إنها جميلة. ما هذا يا خالد؟ ساعة. إنها ساعة. ما هذا يا عسولة؟ نعم. نعم. نعم ساعة يا عسولة. بسين ليس ساعة. ساعة. لا. ساعة. لا هي ساعة. لا. ما هي إذن؟ ساعة. خالد أعلمها. ساعة. نعم. سين ألف. عينك مربوطة ساعة. صحيح يا عسولي؟ نعم. انظروا يا أصدقاء، هذه اسمها ساعة، أليس كذلك؟ نعم. وهذه الساعة لديها عقارب ولديها أيضا أرقام. هيا لعلمكم عن الساعة. يا خالد ممكن أن تعلمنا الأرقام؟ هيا عد الأرقام. واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة، احد عشر، اثنى عشر. يعني يوجد لدينا اثنى عشر ساعة. صحيح. اثنى عشر ساعة في النهار واثنى عشر ساعة في الليل، اصبحوا اثنى عشر زائد اثنى عشر يساوي اربعة وعشرون ساعة. نعم. صحيح؟ نعم. هيا لنرى الان، اذا كان العقرب الطويل هنا على الاثنى عشر والعقرب الصغير على الرقم واحد، ماذا تكون الساعة؟ لا أعلم. تكون الساعة واحدة. فقط واحد؟ نعم، نقول واحدة. تمام. وإذا كان العقرب الصغير هنا على الاثنان وهذا الطويل هنا يجب أن يكون هنا على الاثنى عشر، يكون الساعة اثنان. فقط اثنان؟ نعم، الساعة اثنان. ليس اثنى عشر؟ لا. وهنا عندما يكون الرقم الصغير هنا على الثلاثة والعقرب الطويل هنا على الاثنى عشر، ماذا تكون الساعة؟ تكون الساعة ثلاثة. أيهما صغير وأيهما طويل؟ هذا صغير وهذا طويل، أليس كذلك؟ نعم. حسنا، الصغير إذا كان على ثلاثة معناته الساعة ثلاثة، والطويل إذا كان هنا على الاثنى عشر معناته يعني تمام الساعة الثالثة. تمام. إذا كان هنا على الواحدة يكون الساعة الثالثة وخمس دقائق، لأن هنا بين هذه وهذه يوجد خمس دقائق، يعني هذا يستخدم للدقائق وهذا يستخدم للساعات. الصغير العقرب الصغير يستخدم للساعات والعقرب الطويل يستخدم للدقائق. ولكن لا نريد أن نتعرف على الدقائق الآن، فقط الساعات. هيا أخبرني ما الساعة الآن؟ أربعة. أحسنت. وهالآن ما الساعة الآن؟ خمسة. أحسنت يا عسولي. ما الساعة الآن؟ خمسة. حسنا. والآن ما الساعة؟ ستة. والآن ما الساعة؟ سبعة. والآن ما الساعة هكذا؟ ثمانية. وهكذا؟ تسعة. وهكذا؟ عشرة. وهكذا؟ احد عشر. وهكذا؟ اثنى عشر. أحسن. ما اسمها؟ ساعة الحائط. يعني تصفق على الحائط هذا؟ نعم، نضعها على الحائط هكذا. يا أصدقاء هل تعلمون ماذا سيحصل إذا وضعناها على الحائط؟ سيحصل هكذا. هذا مضحك. نعم، لماذا؟ لأنها هذه مجرد لعبة فقط. هيا لنطبقهم، هيا هيا نضعها. حسنا. حسنا. ما هذه يا عسولي؟ هذه سبعة، هذه بيضاوي، أين الشكل البيضاوي؟ أحسنتي يا عسولي، أحسنتي. وهذه هنا، اختاري هذه. نجمة. تسعة، ما شاء الله أحسنتي. يا خالد 11، لا هذه 11 هنا دائرة. لا يا عسولي لا. من وضع هذه الأسنان؟ أنا وضعتها. أحسنت، أحسنت. عسولي وضعت رقم ثلاثة، أحسنتي. لا أنا الأول الذي وضعت رقم ثلاثة. عسولي لقد وضعت 11 أيضا. هذه 10، هذه ما هذه يا عسولي؟ ما هذه يا عسولي؟ 10؟ نعم 10. نعم نعم 10، أحسنتي. أنا تستطيع أن تقول 10. ما هذه يا عسولي؟ هذه 8، أليس كذلك؟ هذا دائرة. هذه دائرة، أحسنت. بس ما هو الرقم؟ واحد. أحسنت يا خالد ما شاء الله. عسولي تركب أرقام كثيرة ما شاء الله. كلب. ما هذا؟ هل هذا كلب؟ تقصد قلب. نعم. فهذا رقم ستة يا عسولي صحيح؟ لكن شكله قلب. تلا. هل انتهينا يا عسولي؟ نعم. أحسنتم. الآن ما رأيكم أن نصنع ساعة؟ نعم. تمام. بالورق، الورقة.
نعم، ولكن قبل أن نصنع ساعة، ضعي هدول يا سولي، ضعيها هنا. قبل ماذا؟ ممكن أن تخبروني يا أصدقاء ويا خالد ويا سولي، ما هذه الساعة اسمها؟ ساعة الحيط. ساعة الحيط، ولكن هل يوجد ساعة اليد؟ لا، لا يوجد ساعة يد. حسنا، ما هذه إذن؟ ساعة اليد. هذه لي أنا. لا، تعال هنا، خذي، مدي يدي هنا. هذه ساعتي. ما هذه يا عسولي؟ ساعتي. هذه ساعة اليد أيضا. هذه ساعتي. نعم يا خال، هل تعلم من اشتراها لك؟ أنت؟ لا، نانا من تركيا. شكرا يا نانا، هل تساعدني؟ حسنا يا بابا. سنضعها هنا. ما اسم هذه الساعة؟ ساعة اليد. نعم يا بابا. نعم يا عسولي. أنا سأعلم الوقت. يد. حسنا. يد. ساعة اليد؟ نعم يد. حسنا. تعال يا عسولي هنا. ساعتي. ما اسم هذه يا عسولي؟ ساعتي إنها إلى رقم 6. أريني. لا هذا الثواني، هذا الأصفر، أنت أصفر، هذا العقرب الصغير. أين هو العقرب الصغير؟ هنا هذا الأصفر. لا، كم الساعة الآن إذن؟ 4. أحسنت يا خالد، الساعة 4. ولكن أنا أرى العقرب الأخضر عند رقم 6. نعم، هذا العقرب الأخضر هو عقرب الثواني، أنت لا تعرفه بعد، سأعلمك إياه إن شاء الله. ولكن نضع هذه لعسولي. ولا يوجد عقرب أخضر هنا، هذا عقرب ثماني. هل هذا ساعة يدي عسولي؟ لكن انتظر، هذه هدية من النانا، ما رأيكم؟ هل هي جميلة؟ نعم، شكرا يا نانا. هيا والآن دعنا نصنع ساعة، ما رأيكم؟ هيا. حضرت الأدوات المناسبة. هل هذه أدوات الساعة؟ نعم، حضرت الأقلام، هذه الأقلام سنرسم. والورقة سنرسم بها الحروف، وهذه الورقة، وهذا المقص، وهذا اللزاء، وهذا أيضا ومقصان. نعم، وهذا المسمار. حسنا، سنبدأ الآن. ضع هذه بابا، قصه بكل قوتك. تمام، الآن سنصنع ساعة، سنجعلها دائرية. حسنا. لماذا أحضرت الصحن؟ كي نجعل دائرة جيدة. دائرة كبيرة قليلا. نعم، نرسم الدائرة ثم نقصها. حسنا. نعم، ما رأيكم يا أصدقاء نجعل الدائرة هكذا بحجم الصحن؟ هل ستكون جميلة؟ أخبرني يا خالد، هل ستكون جميلة؟ نعم. الآن سأجعلها. لا، تحرق الصحن قليلا، عندما يتحرق الصحن قليلا لن تصبح الدائرة جيدة. سأرجع أوازنه مرة أخرى ومن ثم أكمل الدائرة. لقد أكملت الدائرة، انظر، بسم الله، انظروا. سأضع القلم جانبا، والآن سنقص المقاس. حسنا، سنبدأ. سنقول بسم الله ونبدأ. حسنا. نعم، سنجعلها جيدة، نقصها هكذا دائرية. أنا أوشكت على الانتهاء. هيا. نعم. سنضع هذه جانبا، سنستخدمها لاحقا. حسنا. نعم. الآن سنستخدم الورقة. سنستخدم القلم الرصاص مرة أخرى. لماذا؟ لكي نحددها. حسنا. سنرسم هذه هكذا. جميلة يا عسولي. أحسنت يا عسولي. يلا خالد، أنت أيضا أحسنت. الآن انتهينا. أريني. إنها جميلة. سنقص بخاص بخاص. أنا. أنت؟ لا. يلا قصي. حسنا، 1 2 3. أحسنت يا عسولي. لماذا تعمل دائرة أخرى؟ أعمل دائرة أخرى. سنضع هذه الورقة هنا يا أصدقاء. ليه؟ لأن منظرها ليس جميل. ولكن أنا أوشكت على الانتهاء. انظر، انتهيت. انظر. يا جميلة. لا، ابقيها.
الآن انظر يا أصدقاء، أصبحت دائرية الشكل، سنضعها هذه هنا ونلصقها حسنا باللاصق. نعم سنلصقها باللاصق. هذا خصي. أحسنت يا عسولي. الآن نضع هذه هنا، سنضع واحدة أخرى هنا. قصي يا عسولي. أحسنت يا عسولي، شكرا لك. سنضعها هنا ونلصقها. هيا عسولي ساعديني بالقص هذه. أحسنت يا عسولي. سنضع لصقة هنا أيضا هكذا. أنا أرى سبايدر مان هنا على داخل الزجاج. نعم يلا عسولي عسولي ساعديني مرة أخرى. أحسنت يا عسولي. سنضعها هنا يا عسولي حسنا. نعم حسنا. الآن أصبح لدينا ساعة متكاملة. الآن سنشكل عقارب، سنصنع العقارب. الآن هذا عقرب صغير حسنا، والعقرب الكبير سنرسمه ولا بعد قليل؟ هل سترسمه باللون البرتقالي؟ أنت ماذا تريد؟ أنا أريد أزرق. حسنا سنرسمه بالأزرق حسنا. نرده الغامق. حسنا سنرسمه بالأزرق الغامق. هذا العقرب الصغير حسنا يا عسولي. حسنا يا بابا. أولا قصه مثلثين. نعم يا بابا. نعم يا عسولي هذا سيكون صعب عليك حسنا. عسولي هذا سيكون صعب. أنا سأقصها من هنا حسنا بهذا المقص الكبير. لا طيب حسنا حاولي. عسولي هذا سيكون صعب عليك. خلاص قصي هذا، أنا سأقص هذا. أنا مشكت على الانتهاء يا عسولي. يا بابا هذه. هذه لا نحتاجها الآن. انظر. إنه سهم جميل. انظر يا أصدقاء، هذا العقرب الصغير حسنا، والآن سنرسم العقرب الطويل، سيكون طويلا قليلا. هكذا لهنا. والآن سنصنع العقرب الطويل ونلونه بالأزرق الغامق حسنا. حسنا يا عسولي. حسنا. أنا الآن سأقص هذه. هيا قص. أحسنت يا عسولي. يا بابا قص. ستقصين؟ قص هنا حسنا. أحسنت يا عسولي. لا 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 ليس على دائرة. نعم مشكنا على الانتهاء. انظروا سأقص المثلث هذا. والآن لا 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 حسنا لا بأس لا بأس. خلاص أمشكنا على الانتهاء. أنا انتهيت حسنا. حسنا يا أصدقاء، الآن أصبحت لدينا الساعة شبه جاهزة حسنا. سنضع هذه هنا وسنضع هذه هنا حسنا. والآن سنكتب الأرقام. هيا يا خالد أخبرني، هل سنكتب الأرقام باللغة العربية أم باللغة الإنجليزية؟ عربية. هل تريد بالعربية؟ نعم. أنا سنصنع يا حسولي الأرقام حسنا. أنا أنت؟ نعم. يلا ضعي هنا هذه نقطة هنا، هذه الساعة 12 وهذه هنا 6 كي تكون متساوية، وهنا 3 وهنا 9. لكن أنا لا أرى الأرقام هكذا. نعم هذه واحدة هنا وهنا 2 3 وهذه 4 وهذه 5 وهذه 6 وهنا 7 8 9 وهذه 10 وهذه 11 و 12. هنا 12 حسنا. سنرسم 12 حسنا. انت يلا يلا ساعديني. هيا يا عسولي سنرسمها باللغه العربيه صحيح يا خالد؟ نعم. ما هذا؟ 12. احسنت 12. وماذا نختار اللون الاخر؟ ازرق. ازرق حسنا. انا حسنا يلا أنا. الان سنرسم واحد حسنا. وماذا ايضا بنفسجي؟ حسنا يلا هيا تعالي. 2 صحيح؟
هذا أزرق. وهذا أزرق. أنا حسناً. هذه أزرق ثلاثة. حسناً. حسناً. وماذا أيضا يا عسلي؟ أربعة. هذه. أحسنت يا خالد. أربعة. بالأخضر. نعم. نعم حسناً. هذه أربعة. أعطينا أحمر يا عسلي نرسم هنا خمسة. حسناً. 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 أنا. ساعديني ترسمي خمسة. نعم. هذه خمسة. والآن سنرسم حرف ستة. حسناً. أنا. ستة. خليني. ستة. ما هذا الرقم يا عسوري؟ ستة. أحسنت. والآن سنرسم بالأزرق. أنا. سبعة. نعم. ما هذا الرقم يا عسولي؟ ما هذا الرقم؟ سبعة. بنفسجي؟ نعم. ماذا سنكتب؟ ثمانية. أحسنت. فهذه ثمانية. والآن ماذا؟ تسعة. تسعة. هذه تسعة. تسعة؟ نعم. هذه تسعة. وماذا عن ماذا سنكتب أيضا هنا؟ عشرة. عشرة. ما هذه يا عسولي؟ عشرة. ما هذه؟ عشرة. أحسنتي. عشرة. 11. هذا ممكن نكتبه بالأحمر يا عسولي، ما رأيك؟ نعم. حسنا. 11. لكن واحد وواحد أيضا. أحسنتي يا عسولي. أحسنتم. انظر يا أصدقاء. العقارب. الآن العقارب. حسنا حسنا. الآن سنجعلها الساعة هنا. هذه عسولي ترقى هذا خطير. هذا خطير. سنضعه هنا يا عسولي. أعطني هذه. هذا بابا. نعم هذا بابا يا عسولي. انظر يا أصدقاء سنضع هذا، سنثبت العقارب هنا. ثبته بشكل جيد. ها. ياي انظروا. ما هذه يا خالد؟ ساعة. إنها جميلة جدا. هيا أخبرني من كم الساعة الآن؟ ثلاثة. أحسن. والآن كم الساعة؟ أربعة. والآن كم الساعة؟ خمسة. والآن كم الساعة؟ ستة. والآن كم الساعة؟ سبعة. والآن؟ ثمانية. والآن؟ تسعة. والآن؟ عشرة. والآن؟ 11. والآن؟ 12. والآن؟ ثلاثة واحد. الساعة واحدة. نعم. والآن كم الساعة؟ اثنان. والآن؟ ثلاثة. أحسنت يا خالد. خالد حفظه الساعة. والآن هذه هل تعلم أين سنضعها؟ بالآلة. نعم في غرفتك. هيا تعال. تعال. هيا تعالوا. تعالوا. تعالوا هيا تعالوا. سنصبها هنا جيدة؟ نعم. حسنا. انظر. انظر يا عسولي انظري. ما رأيك يا عسولي هل جميلة؟ نعم. كم تريد الساعة الآن؟ أربعة. شوف نحن على الديمقراطي. شو بدك سهلة نحط لك اياها؟ ها؟ الآن أصبحت الساعة أربعة. هيا. الآن ساعتك الآن أصبحت أربعة. الساعة الرابعة. صحيح؟ والعقرب الكبير يا بابا، العقرب الكبير أربعة، والعقرب الصغير إلى اثنان. هكذا؟ نعم. حسنا. لماذا يا بابا؟ هكذا. لأن عسولي عمرها اثنان؟ نعم. وأنت عمرك أربعة؟ نعم. آها. العقرب الصغير على الاثنان لأن عسولي صغيرة، اثنان عمرها اثنان، وخالد كبير، هذا العقرب الكبير أربعة، خالد عمره أربعة، صحيح؟ يا أصدقاء لقد تعلمنا على الساعة. هل عجبتكم الساعة يا أصدقاء؟ إنها جميلة جدا. شكرا لك يا بابا. شكرا يا خالد. حسنا يا أصدقاء، إذا أردتم مشاهدة المزيد من الفيديوهات يجب عليكم أن تبحثوا عن اسمي خالد الزير. خاء ألف لام دال فراغ ألف لام زيارة خالد الزير. مع السلامة يا أصدقاء، نراكم في فيديوهات أخرى. مع السلامة. إلى اللقاء. إلى اللقاء.